انت جايه هنا عشان تنزلي معايا؟ انا عارفاكي كويس. بما انك ست غريبه صحيح، انزل مع مين؟ انا كنت بعمل شوبينج. شوبينج؟ وانت عايزين اصدق الكلام ده؟ ده انا فقساكي من زمان. ايه فقساكي وفقساكي دي؟ هو احنا في عشه فراخ؟ ايه الالفاظ البذيئه دي؟ لا والله، ايه ده؟ انت اول مره تسمعي الالفاظ دي؟ خلاص يا ماما خلاص، تعالي بس انا عايزاك. خلاص يا ماما خلاص، تعالي بس انا عايزاك. طب يا جماعه انا هستاذن، انا باي باي. ولا لا لا لا، خليكي انا هنزل معاكي. انت قلت لابوكي انك هتنزل النهارده تتفرج على العرش؟ اه من غير ما تاخد رايي؟ من غير ما تاخدني معاك؟ انا ولاء انا عايش في البيت، هاخد رايك ليه؟ قولي كده بقى، عايز تسافرك بالبنت عشان تروح تجيب لها اي حاجه والسلام؟ ايه اي حاجه والسلام دي؟ ده انا تعقلها لك دعك. خلاص انا مش عايز اسمع ولا كلمه، دي حياتي انا وانا حر فيها، اجيب اللي اجيبه وما اجيبش اللي ما اجيبوش، ومش هاخد حد معايا لا من هنا ولا من هنا. البيت ده انا ولاء اللي هنعيش فيه، فاظن مش من حق اي مخلوق في الدنيا انه يختار او يقرر معانا هنعيش ازاي. انت بتشخط فيا؟ انا مش بشخط في حد معين يا ماما، بس انا بقول الكلام اللي المفروض كل الناس تفهمه. من النهارده محدش هيتدخل في حياتي، واللي هيفكر يتدخل في حياتي يا يقول كلام يناسبني يا يسكت خالص. انت واقفه ليه؟ انت مش كنت نازله انت وناديه تشوفوا هتجيبوا ايه؟ يلا انزلوا لما تخلص طمني عليك. يلا انت بتنحلي ليه؟ انزلوا. اشربي يا حماتي، اشربي يا ماما. لا انتوا هتفضلوا ساكتين كده كتير؟ طيب عقبال بقى ما تقرروا انتوا هتعملوا ايه، انا جوه بشتغل. أنا آسف لو كنت أزعجتك يا أستاذ سامي، بس أنا كنت عايز أتكلم مع مرتك كلمتين، بس بصراحة كنت خايف ما أقدرش أعمل إيديه من غير موافقتك الأول. ده عشان أنت راجل محترم. الله يخليك، متعرفش مجيتك دي عملت إيه؟ في حاجات كتير كانت متضايق منيها، بس الحمد لله أغلبها راح والصعب منها قل وخف بعد ما اتكلمت معاك. طيب كويس، وأنا هكلم لك نادية خليها تيجي عشان تتكلم معاه وتعرف منها اللي أنت عايزه. آسف لو كنت بطلب منك طلب زي ده يعني، بس غصب عني في حاجات عايز أعرفها ومهمة قوي بالنسبة لي. يا أستاذ مجدي أنت مش محتاج تبرر لأي حاجة، ربنا يعلم إن أنا من أول مرة قابلتك فيها وأنا بعتبرك زي أخويا بالظبط. يا راجل ده أنت عملت معايا حركة جدعانة وأنت ما تعرفنيش، ودي حاجة كبيرة قوي عندي. ما تقولش كده يا أستاذ سامي. ألو، أيوة يا نادي، أنت فين؟ طيب أنا مستنيكي في الكافيتيريا بتاعتي. لا سيبي كل حاجة في إيدك وتعالي، وهاتي ورق معاكي. معايا ضيفة هتتبسطي قوي لما تشوفيه. يلا مستنيك، سلام.